بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا رجال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا. هاي الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا رجال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا. هاي الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا رجال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا. رجال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا. لبست بست عمامة وقلت يا ناس أنا لكم درب للدين والإرشاد، أنا لكم سفينة نوح بالطوفان، طريق حسين لا ينذل ولا ينحال. يا من تصدى، يا من تصدى وقال أنا الدين، هم تدرب شبابك صار كل الحاد، هم تدرب شباب الجيل ماكو فلوس وانت الدين صار فلوس عندك داد، تركت الدين قوم تناوشت كرسي سياسة ومال وين الدين علمونا. لبست عمامة وقلت يا ناس أنا لكم درب للدين والإرشاد، أنا لكم سفينة نوح بالطوفان، طريق حسين لا ينذل ولا ينحاد. يا من تصدى وقال أنا الدين، هم تدرب شبابك صار كل الحاد، هم تدرب شباب الجيل، شباب الجيل ماكو فلوس وانت الدين صار فلوس عندك داد. هاي الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا رجال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا. هاي الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا رجال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا. شو صار السياسة مال وراح النصح راح الدين راح الفقه ولايات راح الطفو راح حسين من تفوت جزارات والشعب الوصالك بين فو حمال قاصاتك بدت والشعب مسكين. خبكم بباله ينام وصدق من قيل التامين ليش بذل تعيشونه. شو صار السياسة ومال راح النصح راح الدين راح الفقه والآيات راح الطف وراح حسين من تفوت جزارات والشعب الوصلك بين فوح مال قاصاتك بدك والشعب مسكين. خبكم بباله ينام صدق من قيل التامين ليش بذل تعيشونه ليش بذل تعيشونه ليش بذل تعيشونه ليش بذل تعيشونه. هاي الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا جال الدين والله نريد تفسير وتفهمونا. كلها تصيح باسم الدين باقونا جال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا. لا 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 لا
ناس سمعت صوت باقون الحرامية باسم الدين والإيمان شالوا راية وهمية نسأل ليش هاي الناس قامت هي تيمية لو من صوب أرض الصين لو أديان رومية مو هي الوصيلة تسمك دكت كلها لطمية انتقم للدين للمذهب قادة ثورة سلمية هذا الشعب ولاكم ليش بصد الجازونة ليش بصد الجازونة قال الإمام الصادق عليه السلام افترق الناس فينا على ثلاث فرق فرقة أحبونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا فيحشرهم الله إلى النار وفرقة أحبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا ليستأكلوا الناس بنا فيملأ الله بطونهم نارا ويسلط الله عليهم الجوع والعطش كلها تصيح باسم الدين باقونه جال الدين يلا نريد تحذير وتفهمون هاي الناس كلها تصيح باسم الدين مهدي حجة جيش وحشد كل هيتام باتت من فقر أطفال لا بيت التسكينة بعز لا عيش الزر لا مال لا عيش اليسر لا مال وهي القديمة الأرواح بدول هالبلد بالحال ليش تعيش انت بعز ليش تعيش انت بعز والأبناء وابناء الشعب تنظام وعيون الشعب تسهر وانت براغت فوق أحلام وين عمامتك وين عمامتك يا صاح طالك دجل فوق الهام ليش الدجل عندكم صار دين وحروف تقرونه ليش تعيش انت بعز وابناء الشعب تنظام وعيون الشعب تسهر وانت براغت فوق الدام وين عمامتك يا صاح طالك دجل فوق الهام ليش الدجل عندكم صار دين وحرف تقرونه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الناس باسم الدين هاي الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا جال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا هاي الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا جال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا لا تأكلوا الناس بآل محمد ذاك الصاح باقونا باسم الدين هو معروف شعب وجواع حكمك بالخيرات ارضى اطوف جالس عنا فضو الخير وبس بالفقر بيحوف سمونا بلد الخيرات وشعبه يعيش بس بالخوف يسمع خيره صار نهيب قسم بينكم ويشوف وانت صرت باسم الدين وهسه بالغنى مبسوط يسمع خيره وصار نهيب قسم بينكم ويشوف وانت صرت باسم الدين وهسه بالغنى مبسوط لبس عمامه لبس عمامه صار الدين عندك صار بس حروف انت ودينك بعد غاد يا بعيش يا بنعيش خلونا يا بنعيش خلونا يا بنعيش خلونا هاي الناس كلها تصيح الدين باقونا جال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا هاي الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا جال الدين يلا نريد تفسير وتفهمونا مهدي ذاك الصاح ذاك الصاح ذاك الصاح باقونا باسم الدين اهو معروف
شعب وجوع حكمك بالخيرات ارضى الطوف جالس عنا فطو الخير بس الفقر بي يحوم يسمون بلد خيرات شعب يعيش بس بالخوف بس بالخوف يسمع يسمع خيره صار نهيب قسم بينكم ويشوف وانت صرت باسم الدين بس بالغنى موصوف لبس عمامه صار الدين لبس عمامه صار الدين عندك صار بس حروف هاي الناس كلها تصيح باسم الدين باقونا جالدين يلا نريد تفسير وتفهمون